الأخ الرئيس، يعني فقط توضيحا وتصحيحا لبعض الزملاء الأفاضل في معرض تعليقهم على الرسالة الواردة المقدمة من رئيس اللجنة التشريعية بشأن وضع ضوابط وآلية عرض التشريعات على مجلس الأمة. الحقيقة باستعراض عدد الكم الهائل من الاقتراحات بقوانين ومشاريع القوانين التي تعرض على اللجنة التشريعية، وجدت أن معظم المدة الزمنية تمضي في استدعاء بعض الجهات الإدارية في بعض التشريعات التي يتكرر استدعاء ذات الجهة الإدارية، كما أن المجلس لا ينخرط في هذا العمل كوحدة واحدة. لذلك كان من الأسلم والأكثر يعني إعطاء لفرصة لرقابة الرأي العام على أعمال مجلس الأمة بأن تقسم هذه المقترحات إلى حزم تشريعية تمكن كل لجان المجلس أن تنخرط في عمل واحد. وفي هذه الأثناء أيضا وضح لي الزميل الأخ أسامة الشاهين فيما يتعلق بأنه قد يترتب على ذلك تعطيل لعمل لجان أخرى، هذا الكلام غير دقيق أو ليس هو المقصود في تقديم مثل هذا العرض التنظيمي. القصد من ذلك هو توفير الوقت والجهد على مجلس الأمة وعلى لجانه وعلى الحكومة وعلى الجهات الإدارية المعنية بتقديم اقتراحاتها وتصوراتها لمجلس الأمة أثناء عرض الاقتراحات التشريعية. فعلى سبيل المثال في الاجتماع الأخير للجنة التشريعية تم استعراض 3 اقتراحات، أحدهم يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، التشريع الآخر يتعلق بقانون الرعاية السكنية، الاقتراح الآخر يتعلق بقانون التأمينات. أثناء عرض هذه المقترحات تستدعى جهات إدارية، قد نستدعيها خلال أسبوعين، قد نستدعيها خلال فترة أخرى. ولذلك عرض كل هذه التشريعات ضمن حزمة تشريعية واحدة تمكن اللجنة التشريعية من بحثها مع الجهات المعنية، تمكن الأجهزة الإدارية من تقديم تصوراتها حول هذه المسألة، تمكن لجان المجلس الأخرى والحكومة وأيضا الرأي العام في التركيز على حزمة تشريعية واحدة حتى يمكن للمجلس أن ينجز وأن تحقق أعلى درجات رقابة الرأي العام على مثل هذا العمل. توضيحا فقط لما ذكره الأخ الزميل العزيز أسامة الشاهين فيما يتعلق بطلبات رفع الحصانة، الأصل هو رفع الحصانة، الاستثناء هو عدم رفع الحصانة، واللجنة التشريعية لا تبحث إلا مسألة واحدة وهي توافر الكيدية من عدم توافر الكيدية، وهذه المسألة تدخل في التقدير النائب المطلوب رفع الحصانة عنه. ولذلك أمر منطقي جدا أنه عند طلبات رفع الحصانة عندما تتعلق الأمر بالكيدية والكيدية فيها جوانب تعود لتقديره الشخصي أن يسأل السيد النائب المطلوب رفع الحصانة عن المبررات التي يعتقد أن هذا الطلب كيديا، لأن الأصل هو كفالة حق التقاضي وهو حق مقرر لكافة المواطنين. ولذلك تنظيما للعمل وضبطا لمثل هذه المسألة ووقوفا على أعلى درجات التقدير الفني حتى نخرج مثل هذه الطلبات من دائرة الجدل والابتزاز السياسي، وأن نمكن النائب أيضا من عرض وجهة نظره كاملة بشأن الطلب المقدم بشأنه برفع الحصانة، وهو ما حدث في اللجنة الماضية عندما قدم هذا الطلب للمجلس باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في تحديد الإجراء النهائي في رفع الحصانة من عدمها. الأمر الآخر هو الملاحظة المقدمة من زميل بدر الملة باستبدال لفظ تدعو وتستدعي. أنا لست مدرسا اللغة العربية، أنا أعتقد أن الألفاظ كلاهما يؤدي إلى ذات الغرض، وإن كان هذا اللفظ قد استخدم استخداما فنيا للدلالة فليس هناك ما يمنع من تغيير اللفظ من تدعو اللجنة بدلا من تستدعي اللجنة. أيضا اللجنة لا تملك نزع صفة الاستعجال عن أي طلب قدم بصفة الاستعجال، كل ما هنالك أن معظم الاقتراحات المقدمة للجنة مقدمة بصفة الاستعجال. الأمر الآخر أنه في قبل حتى التصويت على مثل هذه التوصية تفضل عدد من الزملاء مشكورين من بينهم الدكتور عبد الكريم الكندري والدكتور حمد المطر، وأثناء حضورهم اللجنة تبين لهم وجهة نظرنا في مثل هذه المسألة. في شيء بالقانون الأخ الرئيس والسادة النواب، تعتبر الأعمال التحضيرية لأي تشريع من التشريعات جزءا من تفسير هذا القانون، ولذلك
مقدم الاقتراحات الذي قد يتحول في يوم من الأيام إلى تشريع من حقه أن يستوضح رأيه حتى بشأن العبارات الواردة فيه. إحنا في اللجنة التشريعية نمضي ساعات طويلة في تصحيح بعض الألفاظ والنظر في رغبات رغبات السادة النواب في تقديم مثل هذه التشريعات. ولذلك أنا أعتقد أنه كنقلة نوعية لم تحدث في هذا البرلمان منذ عام 62 حتى الآن، يجب أن تقسم التشريعات إلى حزم تمكننا كمجلس بهيئة كاملة أن نعمل على مشروع واحد، وليكن تحديد هذه الحزم من اختصاص المجلس في جلسة تحدد لها. فعلى سبيل المثال أعطى الميكروفون. إذا افترضنا جدلا أن موضوع الحريات تم التوافق على اعتبار أن القضايا المتعلقة بالحرية هي قضايا ذات أولوية للشارع، بأن تبحث كل التشريعات المتعلقة بذات الموضوع وفي جميع النظام القانوني حتى نحقق أمرين: واحد، الانسجام بين التشريعات المختلفة، وهذا أمر ضروري لسلام التشريع. اثنين، عمل لجان المجلس كوحدة واحدة. ثلاثة، تحقيق أعلى درجات رقابة الرأي العام. احنا الآن إذا بنناقش قضية من القضايا المطروحة والمتعلقة بمسألة تتعلق بحزمة تشريعية متكاملة، من الممكن أن نشرك معنا المجتمع المدني كاملا والهيئات المختصة والجهات الإعلامية، فيصبح توجيه النشاط الإنساني في الدولة كاملا لغرض واحد، فيحقق بذلك اشتراك الشعب في الرقابة على هذا العمل كما أنه يصدر في أفضل صورة ممكنة. إحدى إشكاليات شكرا تفضل أعطى الميكروفون، بس أرجو أن تختصر دكتور لو سمحت. إحدى إشكاليات التشريع في النظام القانوني الكويتي أن بعض التشريعات الفردية التي تصدر أحيانا تصطدم في النظام القانوني، فنضطر لإصلاح هذا النظام أن نعدل بتشريع آخر، فصار عندنا جسم تشريعي مترهل يضم عدد كبير من النصوص بعضها يتقاطع مع البعض الآخر. ولذلك ضمانا لجودة التشريع و توجيها لكل لجان المجلس والجهات الحكومية واختصارا للوقت على الجهات الإدارية المعنية والمتصلة بالعملية التشريعية، أنا أتمنى من مجلس الأمة أن يتقبل هذه الفكرة بشكل عام دون تحديد الحزم التشريعية، إذ يترك أمر التحديد فيها للمجلس وللجنة الأولويات وبالتنسيق مع الحكومة لتقديم تشريعات تنسجم فيما بينها، لأن حقيقة الأمر أن القضاء أحياناً في أحكامه تناقضت الأحكام نتيجة تعدد التشريعات التي تنظم الموضوع الواحد، ولعل من ذلك. شكراً، أرجو تختم دكتور، تفضل عطى الميكروفون. ولذلك يعني في نهاية المطاف أنا أعتقد أن هذه المسألة إذا قرأت بشكل صحيح وستراعى الاعتبارات المقدمة من السادة الزملاء النواب في بعض المصطلحات الشكلية المتعلقة بهذا المقترح، فأنا أتمنى أن يكون هناك موافقة على هذا المقترح حتى يمكن المجلس من العمل فعلا في بناء تشريعي واحد ومنظم ينخرط فيه كل الأعضاء وكل اللجان وكل الجهات المعنية ويحقق أعلى درجات رقابة الرأي العام على أعمال مجلس الأمة. وشكرا. أولا فيما يتعلق بهذا النص، هو اختصاص أصيل للجنة التشريعية، ولأنه اختصاص أصيل لجنة تشريعية فإنه لا يجوز نقل الاختصاص إلا بتعديل في اللائحة. صحيح أنه قدمت رسالة واردة تم التصويت عليها تضمنت من ضمن ما تضمنت نقل هذا الاختصاص، لكن هناك أساس لائحي يمنع من النقل، فكانت الرسالة الواردة المقدمة هي للتوضيح، ولذلك النص يحدد الاختصاص بهذه الطلبات للجنة التشريعية. احنا ما عندنا مانع أن ينقل الاختصاص للجنة الإسكانية إذا عدلت اللائحة بطلب، فالزميل يستطيع أن يقدم طلبا لتعديل اللائحة ويعرض، وإحنا ما عندنا مانع، موافقين على هذا الطلب، لكن إلى أن ينقل الاختصاص لا تملك. ماشي 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 لحظة.